خرج مئات الأتراك في مسيرة احتجاجية في بعض العواصم الأوروبية كما هو الحال هنا أمام البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل للتعبير عن تضامنهم مع المتظاهرين في ميدان تقسيم في إسطنبول والتنديد بسياسة الحكومة المحافظة الحاكمة منذ العام 2002. أولا نود التخلص من هذه الحكومة، يقول هذا المتظاهر التركي، والحصول على المزيد من الحرية وحرية التعبير. نحن في النهاية نرغب في الحصول على حكومة أفضل تستخدم أفكار أتاتورك التي كان معمولا بها في الماضي. مسيرات تضامنية مماثلة خرجت كذلك في عدة مدن ألمانية وفي بريطانيا ونيويورك وفرنسا، كما تم إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.